مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه التغطية الخبرية والتي تأتيكم بصورة مباشرة ويومية من قناة بلقيس. في تغطيتنا اليوم نناقش التطورات الميدانية وخطة الحسم العسكري مع بدء عملية تحرير قاعدة العنادة الجوية آخر المواقع العسكرية الرئيسية للميليشيا الانقلابية في جنوب البلاد. تكون المقاومة الشعبية قد فرضت واقعا ميدانيا جديدا عنوانه الحسم العسكري، وهو أمر يحتم على الميليشيا إنهاء التمرد والتراجع عن الانقلاب كما يرى مراقبون. وتمثل التطورات التي تشهدها مدن جنوب اليمن تحولا مفصليا في مسار الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 4 أشهر. خيارات الحسم لم تظهر فقط في الانتصارات الميدانية للمقاومة، وإنما أيضا في تراجع حدة الخطاب ونبرة التهديد لدى زعيم الميليشيا الذي أيد وعلى غير العادة ليونة أو الذي أبدى وعلى غير العادة ليونة في خطابه الأخير، ورحب بأي حل سياسي للأزمة اليمنية. عن تطورات الأوضاع الميدانية وتحديات الحسم العسكري سيكون معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الصحفي زيد السلامي، وهنا في الاستوديو الأستاذ الكاتب المحلل السياسي ياسين التميمي. وقبل أن نبدأ مع ضيوفنا سنذهب لمتابعة هذا التقرير. الحسم العسكري هو الخيار الأقرب على ما يبدو لإنهاء الأزمة في اليمن، هذا ما تشير إليه المعطيات الجديدة على الأرض مع بدء عملية تحرير قاعدة العنادة الجوية آخر المواقع العسكرية الرئيسية للميليشيا الإنقلابية في جنوب البلاد. عدن المحررة تستقبل دفعات جديدة من قوات مدربة وعتاد عسكري متطور، الجزء الأكبر منها يتجه نحو دعم الخيار العسكري أو المرحلة الثانية من عملية السهم الذهبي التي تستهدف وفقا للمراقبين تطهير بقية المحافظات خلال الأسابيع المقبلة. خطة الحسم تسير وفقا لمصادر بالمقاومة في اتجاهين متوازيين، الأول نحو لحج وصولا إلى تعز والضالع، والثاني نحو أبين باتجاه البيضة شمالا وشبوة ومارب شرقا. للخطة المعلنة وجهتها في ظل الانتصارات الميدانية المتسارعة للحكومة في كافة الجبهات، وفي ظل ما لاحظه المراقبون من تراجع في حدة نبرة الخطاب لدى زعيم الميليشيا الذي أبدى وعلى غير العادة ليونة غير معهودة في طرحه وتركيزه أكثر من أي وقت مضى على الحل السياسي للأزمة في اليمن. التوجه نحو الحل السياسي من جانب زعيم الميليشيا لا يحظى بثقة الحكومة التي ترى فيه محاولة مكشوفة لاستثمار المساعي الأممية الجديدة التي يبذلها ولد الشيخ خلال جولته الحالية التي شملت الرياض والقاهرة وأبوظبي. مقترحات لم تلقى حماسا في تلك العواصم لأنها على ما يبدو ما تزال تحلق حول قرار مجلس الأمن رقم 2216، ولم تتعاطى معه بصفته المدخل الأساسي للحل في اليمن في حال التزام الإنقلابيين بتنفيذ بنوده. أهلا بكم من جديد. بداية مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، وكذلك ضيفنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ زيد السلامي. أستاذ ياسين، بداية، تحرير قاعدة العنادة الجوية جاء غداة خطاب زعيم الميليشيا والذي تحدث فيه عن خيارات قاسية، ما الذي كان يقصده زعيم الميليشيا؟ لم تعد لدى زعيم الميليشيا من خيارات حقيقية، لا الخيارات القاسية ولا الخيارات الاستراتيجية. اتضح أنه يلوح بالأوهام ليس إلا. أعتقد أن تحرير قاعدة العند يمثل منعطف مهم جدا في مسار المعركة التي يجب أن تنتهي أولا بالحسم وإنهاء هذا الوضع الشاذ الذي أوجده الانقلابيون في اليمن. لم تعد كما قلت لدى زعيم الميليشيا خيارات، هو يدعي خطابه جاء مملوءا بشحنات معنوية لمقاتلين أنهكتهم الحروب وأثبتت الظروف والوقائع أن قدرتهم محدودة أمام القوى النارية التي يواجهونها في الميدان في ظل انكسار المعادلة لصالح المقاومة وفي ظل الزخم الكبير الذي يمثله التحالف العربي ليس فقط من السماء وإنما من الأرض عبر وصول معدات حديثة حسمت الوضع في عدن وها هي تحسم الأمر في قاعدة العند. ليس لدى الانقلابيين، لا زعيم الحركة الحوثية الميليشياوية ولا لدى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من خيارات لا قاسية ولا استراتيجية، ليس لديهم أي شيء من هذا النوع. أنا أستبعد أن يكون لدى الميليشيا من خيارات. أنا أعتقد أن أخطر الخيارات التي يمكن أن تأتي من طرف هذا الحلف الانقلابي هو الانكفاء، والانكفاء الذي يعني الاستثارة الغير المحمودة للانتماءات
الأولية الجهوية والعشائرية والطائفية. إذا أفهم منكم أن تحرير العدن جاء كخطوة غير متوقعة من قبل الميليشيا؟ تحرير عدن كان خطوة متوقعة، وكان يعني عدن معادل رمزي لصنعاء، لأن الإنقلابيين كانوا ينظرون لأنفسهم بأنهم سلطة الأمر الواقع، وأن الحكومة الشرعية منفصلة تماما عن واقعها وليس لها أي تأثير على الأرض. اليوم الحكومة متواجدة في عدن عبر وزراء وممثلين، وقد رأينا أن الرئيس أو الرجل الثاني في الدولة عاد إلى عدن وتفقد الأحوال هناك، ويعني مثلت عودته هذه قوة رمزية هائلة لا شك أنها ضربت معنويات الإنقلابيين في مقتل. أيضا أعلنت بما لدى عمق الشك أن السلطة عازمة على العودة إلى أرض الواقع، والمسألة هي مسألة وقت، لأن عدن تعرضت لعملية تدمير شامل وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل لكي تعود السلطة وتقوم بدورها كما يجب. فعدن هي معادل موضوعي كما قلت لصنعاء، لكن أيضا قاعدة العند هي المعادل الموضوعي أيضا لحالة تركز القوى التي تمثلها صنعاء من خلال وجود معسكرات ومخازن أسلحة فيها. اليوم لم يعد بإمكان الإنقلابيين أن يتحركوا بحرية في المحافظات التي كانوا ينشطون عسكريا فيها، وبالتحديد عدن ولحج وأبين انحسروا بشكل كبير جدا. السيطرة على قاعدة العند ستمكن الجيش الوطني ومعه المقاومة والتحالف العربي من إقامة تحصينات قوية في ذلك المكان والاستعداد للمرحلة التالية. المرحلة التالية هو طبعا استكمال تطهير محافظتي لحج وأبين واستكمال تطهير محافظة تعز، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة الجديدة وربما المرحلة الثالثة من عملية السهم الذهبية التي قد تنقلنا إلى صنعاء. وأنا أتصور هنا أن صنعاء ربما تشهد سقوطا ذاتيا قد لا يكون عسكريا وإنما سياسيا واقتصاديا، لأن الإنقلابيين لم يستطيعوا أن يقدموا بديل في الوقت الذي استطاعت الحكومة من خلال تواجدها في عدن وفي المناطق المحررة أن تقدم بديلا، وهي كل يوم تثبت جدارتها في تقديم نموذج حقيقي يركن إليه اليمنيون ويثقون به. إذا أستاذ ياسين، دعنا ننتقل إلى الصحفي زيد السلامي من الرياض. أستاذ زيد، مساء الخير بداية. كيف تقرأ التطورات الميدانية في ظل معطيات سيطرة المقاومة اليوم على قاعدة العند الجوية؟ مساء الخير لك وللأستاذ ياسين. أنا أعتقد أن هذه الانتصارات جاءت نتيجة ثمرة تضحيات لمدة أكثر من حوالي 4 أشهر. هناك كان صمود أسطوري وعمل دؤوب للوصول إلى هذه اللحظة من كل رجال المقاومة الشعبية، أسندوا مؤخرا بوحدات من الجيش الوطني مدربة في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد المملكه العربيه السعوديه، وايضا هناك تدريب حصل في مناطق داخل عدن وايضا في جبهه بلها التي ظلت صامده وتعد لهذه المعركه طوال الفتره الماضيه. هذا النصر ايضا جاء بعد حراك اجتماعي وشعبي لثمان سنوات ممثلا بالحراك الجنوبي الذي مثل حاضنة شعبية رافضة للهيمنة والاستكبار الذي يمثلها المركز المقدس ممثلا بصنعاء. أنا أعتقد أن هذه العوامل أدت إلى هذا الانتصار الذي اليوم يتوج بالسيطرة على قاعدة العند وأيضا بالسيطرة على وتحرير محافظة لحج بشكل كامل، ما عدا بعض الجيوب في بعض مناطق مجاورة لمدينة حوطة لحج. أنا أعتقد أن الساعات القديمة سيتم تصفية هذه الجيوب وستصبح مدينة محافظة لحج بشكل كامل محررة، وبالذات بعد إفصال المقاومة الموجودة في جبهة بلا وأيضا إفصال مع مقاومة الضالع لتكون الرقعة الجغرافية متصلة وممتدة من محافظة لحج إلى محافظة عدن إلى محافظة لحج ثم محافظة الضالع لتمثل هذه الملحمة انطلاقة جديدة للانطلاق شرقا وتحرير محافظة أبين ثم محافظة شبوة ومن ثم وأيضا الانتقال باتجاه محافظة تعز وإسناد المقاومة الشعبية التي تقوم ببطولات ممثلة بشيخ المقاومة هناك. أنا أعتقد أنه الآن أصبحت المقاومة
متصلة على هذه الرقعة الجغرافية. نعم وأعتقد أن هذا هو انتقال استراتيجي لتحرير باقي المناطق وإثار حقيقي لميليشيات الحوثي. نعم أستاذ زيد. التي كسرت عندما انطلقت المقاومة في عدن قبل 4 أشهر. نعم أستاذ زيد، في ظل هذا يعني الحراك السلمي الذي بدأ في الحراك الجنوبي ثم انعكس بتعز على بداية ثورة شعبية سلمية وكان أيضا في صنعاء، الآن نشهد نحن حراكا مسلحا عسكريا يعني يأتي بحزم على الميليشيا الانقلابية، ما هي خيارات الميليشيا في ظل هذا الوضع؟ أنا أعتقد أنه الآن خيارات الميليشيا وهي كما عودتنا ربما ستفتك الحماقات وستواصل هذا العبث وإهدار لدماء اليمنيين والمقرر بهم من هذه المناطق تحت يقظات متعددة سواء كانت طائفية أو مذهبية أو مناطقية، لكن أعتقد أن هذه الميليشيات هي في الاتجاه إلى الانحسار، وإن حاولت أن تتقدم أكثر هي تمثل انتحار حقيقي لهذه الميليشيات. ميليشيات الحوثي والمقلوع صالح هي في انتهاء وفي انحسار مستمر، انا اعتقد حتى انها الان تبدا في المراوغات لطلب في حلول سياسيه او تسويات سياسيه، لكن التسويات السياسيه هذه مع هذه الميليشيات غير مجديه، جربناها خلال الحوار الوطني لم تجدي، وبعد الحوار الوطني اتفاق السلم والشراكه الذي فرض بقوه سلاح، انا اعتقد ان هذه الميليشيات الخيار الوحيد معها هو خيار القوه لردعها حتى تسلم جميع اسلحتها. نعم استاذ زيد. وتنخرط في العمل في المجتمع اليمني. نعم استاذ زيد ابقى معنا بالتطرق على استاذ زيد ابقى معنا بالحديث عن الحوار الوطني. جون كيري اليوم كان في الدوحة وتحدث على أن لابد لليمنيين أن يعودوا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولابد بالأخير من حل سياسي لإنهاء الأزمة، هل هذا الكلام معقول في ظل التطورات الراهنة على الأرض؟ لا يمكن لأي سياسي خصوصا إذا كان وزير دولة عظمى إلا أن يتصرف بمسؤولية وتحدث عن حل سياسي. أنا أعتقد أنه هذا هو لغة الدبلوماسية، لا يمكن لوزير أن يدعو مثلا إلى مواصلة الحرب على سبيل المثال في منطقة هشة مثل اليمن، لكن الظروف الموضوعية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الذي رفض الحلول السياسية ليس الحكومة الشرعية وإنما الانقلابيون الذين يرفضون حتى هذه اللحظة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 يمثل مدخلا أساسية للحل، إذا لم يتم الاقتراب حقيقة من هذا القرار، إذا لم تتحرك المتحدة باتجاه حمل الانقلابيين على تنفيذ هذا القرار فإنه لا معنى للحديث عن حلول سياسية إلا اللهم من باب منح مها الإضافية لهذه المجموعة الانقلابية لكي تواصل العبث وإدارة الخراب في اليمن، واليمن لم يعد يتحمل هذا كله، ولهذا أنا أعتقد أن الحسم العسكري بات هو الخيار الأقل كلفة بالنسبة للتحالف العربي وبالنسبة للحكومة وبالنسبة للشعب اليمني، لأن إطالة الأزمة مكلفة جدا للشعب اليمني لأنها لا تأتي فقط على مقدراته المادية ولا تؤثر فقط على معيشته وإنما تؤثر على أسس عيشه المشترك، هذا هو التهديد الحقيقي الذي يمكن أن تخلفه يعني هذه المعركة العبثية التي يخوضها الانقلابيون ضد الشعب اليمني. الجميع مع الحل السياسي، ولكن للحل السياسي مداخله الخاصة، المدخل الأساسي للحل السياسي هو القرار، فهل الأمم المتحدة جادة في تنفيذ على الأقل القرار الصادر عنها؟ إذا تعتبر أن مقترحها الأخير قد يساعد المكون من المبادرة من 7 نقاط، هل سيساعد من إنهاء الأزمة أم لا؟ بالتأكيد سيساعد، لكن أنا في اعتقادي أن اليوم الحكومة من حقها أن تتحدث عن عدم إمكانية الاستفادة سياسيا من أي تسوية سياسية بالنسبة للطرف الانقلابي، بمعنى أنه هذا الطرف الذي فشل في تحقيق مكاسب سياسية عبر العنف لا يمكنه أن يحقق مكاسب سياسية أيضا عبر تسوية سياسية. اليوم الحديث عن تنفيذ قرار مجلس الأمن، وهذا القرار عندما ينفذ من قبل هذه المجموعة بمعنى أنه ينهي الأسباب المؤدية إلى العنف في اليمن، لكن في نهاية المطاف يجب أن يذهب الجميع إلى طاولة الحوار على الأسس ذاتها التي قامت عليها عملية التسوية السياسية وهي أسس واضحة،
اتفاق المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني. هذه الأسس الثلاثة يجب أن تحترم في أي عملية عندما تقرر الأطراف السياسية بكل إخلاص الذهاب إلى طاولة الحوار واستكمال عملية الانتقال السياسي باتجاه الدولة الاتحادية. بالتأكيد عندما خرج الانقلابيون شاهرين سيوفهم في وجه الدستور أو الوثيقة الدستورية التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية، فهذا يعني أنهم كانوا غير جادين في الذهاب إلى أقصى حدود العملية السياسية وهي تأسيس الدولة الاتحادية. هم لا يريدون دولة اتحادية، يريدون تكريس الهيمنة الجهوية والطائفية على الدولة اليمنية، وهذا غير مقبول الآن. ولهذا هم دفعوا بكل ما لديهم من قوة، وبهذه القوة التي تتركز أصلا بأيديهم، حتى أنهم بددوا هذه القوة وبددوا هذه الإمكانيات وقادوا البلد إلى حرب مدمرة وليس لها معنى. وبالتالي اليوم نحن مع العودة إلى عملية تسوية سياسية، لكن نحن ضد أي توجه لمحاولة إكساب هذه الجماعة، يعني إعطاء هذه الجماعة مكاسب إضافية عبر الحلول السياسية. يجب أن يتصرفوا كأي قوة سياسية أخرى وملتزمة لعملية التسوية السياسية التي يجب أن تنتهي إلى الدولة التي صاغتها الجميع عبر الحوار الوطني. إذا أفهم منك أن الحل العسكري هو تمهيد للحل السياسي. الحل العسكري بات خيارا مثاليا الآن وأقل كلفة كما قلت. لا أحد يفضل الخيارات العسكرية بالتأكيد، لكن الجماعة الانقلابية هذه لم تتخذ بعد القرار الشجاع والمناسب، وهو القبول بقرارات الشرعية الدولية، تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، العودة إلى الثكنات، الانسحاب، التصرف كقوى سياسية مسؤولة مثلها مثل بقية القوى السياسية الأخرى. لم تقرر هذه الجماعة الانقلابية حتى الآن اتخاذ هذا القرار للأسف الشديد. ولهذا أنا أعتقد أن الحسم العسكري سيظل هو الخيار الأقل كلفة كما رأينا الآن. لو استمرت المواجهات والمراوغات لكانت عدن اليوم لا زالت ترزح تحت حرب عبثية دموية مدمرة في المدينة، لكن اليوم عدن تنتعش من جديد بفضل التدخل العسكري وتدخل الحسم العسكري. أستاذ ياسين، قبل قليل على النقطة المناطقية دعني أنقل تساؤلا إلى الأستاذ زيد السلامي معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ زيد، هناك من يقول أن الميليشيا تقوم بلعب بورقة المناطقية في الجنوب، هل أفلحت الميليشيا بذلك؟ الميليشيات أفلحت بهذه النقاط، هذه النقاط أصبحت واستخدامها أصبح مطبوحا وأيضا ممزوجا من قبل هذه الميليشيات. هناك إدراك من قبل المجتمع وأيضا من قبل الشعب وأبناء الجنوب في حول هذه النقطة، وهم يدركون بأن ميليشيات الحوثي تكذب في هذه وتريد أن تشق التحالف وأيضا أن تشق التعاضد اليمني الرافض لميليشيا الحوثية، تريد أن تزرع هذه البذرة. هناك نعم في احتقان كبير جدا، ويرفض كل من يأتي من الشمال عني الاحتقان في الجنوب، هناك احتقان بسبب الممارسات التي مارستها سلطات المخلوع طوال الفترة الماضية، لكن هذا الاحتقان لا يعطي مبررا للميليشيات الحوثي ان تشق الصف الجنوبي او ان تشق الصف بين المقاومه الشعبيه على مستوى اليمن وايضا بين الشرعيه والمقاومه الشعبيه في عدن. اذا وفقا ورقه نعم. المناطقيه لم تعد مجديه، وايضا الاوراق الاخرى ورقه طائفيه وغيرها. اذا وفقا لهذه المعطيات استاذ زيد، ما هو دور النخب الجنوبية في تحجيم دور المناطقية في الجنوب وكذلك توعية الأفراد الجنوبيين؟ لأن نشهد كثير من رفع الأعلام الجنوبية في الصور التي تأتينا من هناك، ما هو دور النخب في تحجيم دور المناطقية في الجنوب؟ أنا أعتقد هناك ليس دورا للنخب الجنوبية فقط، وإنما أيضا هناك لابد أن يكون دورا مهما للنخب الشمالية التي ربما لديها تحسس من رفع مثلا العلم الجنوبي، او ايضا تحسس من ذكر الحراك الجنوبي الذي يطالب بمطالب عادله لحل القضيه الجنوبيه بطريق عادل. هناك لابد ان تكون حوار جاد وحقيقي بين النخب في الشمال والنخب في الجنوب للوصول الى حلول توافقيه ترضي جميع الاطراف، والانطلاق الى عمليه البناء والتنميه. لا بد ان نتقبل ربع حتى الاصوات المتطرفه سواء التي في الجنوب والتي عانت من ظلم وتهميش كبير جدا، لا بد ان نتفهم هذه الاصوات،
نستوعب هذه الاصوات وهذه وهؤلاء الاشخاص. كانت مبادره تعيين المهندس حيدر ابو بكر عطاس كمشير لرئيس الجمهوريه هي مبادره في طريق التصحيح. نتمنى ان تحذو السلطه ممثله ب فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي وايضا بدولة رئيس الوزراء اتجاه خطوات مهمه بهذا الاتجاه لاستيعاب المقاومه الشعبيه في مؤسسه الامن والجيش، وايضا استيعاب اعضاء في المقاومه الشعبيه من خريجي الجامعات كاطباء ومحامين وايضا مهندسين في المؤسسات المدنيه حتى نستطيع ان نعالج هذه القضايا. ايضا عوده او اعاده ضباط في الجيش الجنوب تم تسريحهم الى ممارسه مهامهم واعاده بناء المؤسسه العسكريه والامنيه بشكل سليم. هذه من العمل وايضا العمل على تنفيذ النقاط 31 المنبثقه عن مؤتمر الحوار الوطني وايضا الحلول والضمانات للقضيه الجنوبيه هي الكفيله بمعالجه هذه مثل هذه الاصوات لتضميد جراح في النسيج الاجتماعي اليمني وايضا في الجسد الجنوبي الذي تم تعميقه من قبل ميليشيات المقلوع صالح وايضا ميليشيات الحوثي في هذه الحرب الملعونه الاخيره. نعم استاذ زيد، وربما هناك كثير من يقولون ان تحرير عدن هو فعلا نقطة لرد الاعتبار للجنوبيين ولتطمين الجنوبيين. شكرا لك الصحفي والكاتب زيد السلامي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذا أستاذ ياسين، باعتقادك ما دور الحكومة لتحييد ورقة المناطقية لدى من قبل الحوثيين وصالح ووضعها بعيدا عنها؟ أعتقد أن المخلوع نجح خلال الفترة الماضية في تأسيس كيان حراكي موازي. هذا الكيان أعتقد أنه تخفى في كنف الدولة ومارس نوع من الصلاحيات الاستثنائية في ظرف استثنائي، وعندما حانت لحظة الحقيقة انضم أو اصطفى مع الحوثيين ومع العفاشين. لكن المقاومة الجنوبية التي استبسلت وضحت بالغالي والرخيص وقاومت العدوان، هذه المقاومة أعتقد أن أولويتها ليس الآن في عدم تمكين أبناء عدن من الذين يأتون من هذه المحافظة أو تلك من أعمالهم أو منازلهم. هذه المقاومة لديها مشروع وطني كبير، لا شك أنها تأخذ بعين الاعتبار الأولويات القضية الجنوبية وأهمية حسم الإشكالية العالقة المرتبطة بالقضية الجنوبية. لكن الدور الأساسي الذي يتعين على الحكومة أن تقوم به اليوم هو تأسيس نموذج للحكم الرشيد في محافظة عدن وفي المناطق المحررة حتى يدرك الناس جدوى التفاعل مع دولة يمنية موحدة. وباستطاعة الحكومة اليوم وهي تسيطر أو تحكم قبضتها على هذه المناطق أن تؤسس لهذا النموذج وأن تحفز الآخرين على التفاعل مع هذا النموذج وأن تكبح جماح هذه الدعوات التي تبدو شاذة إلى حد كبير وتؤثر بشكل واضح على مشروع التحول الذي يمضي قدما باتجاه استعادة الدولة. أعتقد أن الذين يذهبون في هذا الاتجاه يتعارضون مع فكرة التدخل العربي في الأزمة اليمنية، لأن هذا التدخل قام على فكرة احترام الوحدة اليمنية والسلطة الشرعية، وهدفه الأساسي والاستراتيجي هو عودة السلطة الشرعية لكي تقوم بكامل ولايتها على كامل الأراضي اليمنية وليس على هذه المنطقة أو تلك. لكن بهذه النقطة بالذات تحديدا، هناك من يقول أن دول التحالف تلعب على عدد من الملفات بحيث تتوزع النقاط الجغرافية كل لدولة معينة، مثلا جنوب الآن عدن استلمتها الإمارات كما يقال، والسعودية ستقوم بالاهتمام ببقية المناطق. ما مدى صحة أو مدى صدقية هذا الكلام؟ أعتقد أنه هذا يستعيد نفس تجربة تعامل الائتلاف الدولي الذي اكتسح العراق في 2003. لكن أعتقد أن هذا النوع من توزيع الأدوار هو يرتبط بشكل أساسي بالعملية اللوجستية، بمعنى أن الإمارات تتفرغ ل إدارة عمليات الإغاثة والبناء في منطقة ما قد تكون في عدن وغيرها من المحافظات الأخرى. المملكة العربية السعودية ينصرف جهودها إلى هذه المنطقة أو تلك. هذا نوع من توزيع الأدوار وهو نوع إيجابي من توزيع الأدوار الذي يوزع الكلف ما بين الدول المشاركة أصلا التي أتت
لكي تنقذ اليمن من مأساته ولكي تنتشله من وضعه المزري. هنا المسألة لا تتعلق بترتيبات جيوسياسية، بمعنى أنه ترتيبات ما بعد تحرير المناطق من الميليشيا الحوثية وإعادة تجزئها وتقسيمها، لا، لأن فكرة التدخل العربي في الأزمة اليمنية أو على خط الأزمة اليمنية هي فكرة قامت على احترام الوحدة اليمنية وعلى سيادة الدولة اليمنية على كامل أراضيها. إذن بالسؤال الأخير أستاذ ياسين، نحن شاهدنا أن الإمدادات وصلت عن طريق البحر إلى عدن، وهناك قوات أفراد من الجيش الوطني تم تدريبهم بالخارج وعادوا إلى الوطن وشاركوا ببعض عمليات التحرير. إذا ما جئنا إلى الملف الإقليمي وقدرة التحالف على فعل أثر واضح على الأرض، كيف أو ما هي النسبة التي يمكن إعطائها لقوات التحالف في النصر الذي حققته المقاومة سواء في عدن أو في لحج؟ النصر الذي حققته المقاومة هو نصر تراكمي، بمعنى أن التحالف لم يكن ليستطع أن يحسم المعركة في عدن ولا في العند ولا في غيرها من المحافظات لولا هذا الصمود الأسطوري الذي تحدث عنه زميلي زيد السلامي. الصمود الأسطوري الذي قامت به المقاومة أولا بالاعتماد على إمكانيتها المحدودة، واستطاعت بهذه الإمكانيات المحدودة أن تعيق مشروع الانقلاب بشكل كبير جدا. التضحيات التي قدمتها هذه المقاومة هي التي بنى عليها التحالف العربي الانتصارات الأخيرة. لكن لا شك أن الدعم التسليحي الهائل الذي كسر معادلة القوة لصالح المقاومة ولصالح الدولة هو يعود الفضل الكبير فيه إلى التحالف العربي. لكن هذه الأسلحة لم تكن لها، أعتقد لها قيمة، ما لم تتأسس على جبهة متماسكة في المناطق التي تحررت مؤخرا، وهذه الجبهة المتماسكة مثلتها المقاومة. فالمقاومة إذن هي التي أوجدت الأرضية لهذا الانتصار العظيم. هناك حالة من التكامل المثالي بين الدور العظيم الذي قامت به المقاومة الشعبية وما بين الدعم الكبير الذي قدمه التحالف العربي. في الختام أشكر ضيوفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، وكذلك عبر الهاتف من الرياض الكاتب والصحفي زيد السلامي. نلقاكم في تغطية جديدة، تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات طاقم العمل. حتى الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.